أهلا بيكم شباب وشعب وفتيان ليون في فرنسا، وأهلا بأبونا كليماندوس أفامينا الراهب الأمين والخادم النشيط اللي بيخليكوا تندمجوا في الكنيسة وفي كل الأنشطة والخدمات بتاعتها. أنا سعداء باشتراككم في المهرجان، أنتوا بالذات كده ليكوا طعم خاص وليكوا اهتمام كبير، فاحنا بنشكركم عليه. المهرجان ده السنة دي عنوانه تكونون لي شهودا، شهود من كلمة شاهد أو شاف، شاف حد فشهد، فاحنا كمان شهود للمسيح وشفناه في حياتنا، شفناه في الأسرار المقدسة الجسد والدم الأقدسين، شفناه في تعامله معنا في كل ظروفنا، شفناه في مصر وشفناه في خارج مصر، لأن هو موجود في كل مكان وفي كل زمان. وعشان كده انتم مرتبطين برب المجد يسوع بجسده المقدس الكنيسة، كنيسة الأم اللي امتد عبر كل التاريخ، ومرتبطين بسيدنا البابا تادروس وقبل كده بسيدنا البابا شنودة اللي أسس هذا المهرجان. احنا بنبعت تحيات الكل ليكوا كلكم، وبنقول لكم انتوا فعلا شهود أمناء لرب المجد يسوع. مهرجان السنة دي اشترك فيه حوالي 1,000,000 وشوية، اللي جم التصفيات 140,000، فاحنا سعداء بعمل الله طبعا، لان ده عمل الكنيسة كلها، بدءا من قداسة البابا، الاباء، المطرنة والاسافة، للكهنة، للخدام، للشباب، للفتيان، للاطفال. هو عمل كنسي عام بيمتد بالعمق لكل المراحل وبالجغرافيا لكل انحاء العالم. احنا النهارده فرحانين ان انتوا الفرنساويين بقى اللي دراساتكم هتبقى بالفرنساوي، وفي غيركم ايطالي والماني وهولندي وكتير. فانا سعداء جدا بعمل الله فيكم وفي المهرجان كله، وسعداء بسيدنا البابا راعينا وابونا كلنا اللي هيوزع الكؤوس ان شاء الله في ختام المهرجان. وبالمناسبه في شريط عن المهرجان انا انبسطت لما شفته الحقيقه، لان هو مش عارف كان 50 ساعة خلوه 20 دقيقة، مركز جدا وسريع جدا، وبيعبر عن كل انشطه المهرجان في مصر وفي المهجر كمان. فان شاء الله هتلاقوا نفسكم فيه. كل سنه وانتم طيبين، نشوفكم بكل خير ان شاء الله. ربنا معكم وسلام. اما موسى في محطته 11 انطلق قطار مهرجان الكرازة المرقسية لعام 2014 تكونون لي شهودا، بصلوات وتشجيع صاحب القداسة البابا تاودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي لا يدخر جهدا في دعم المهرجان في جميع أنحاء العالم، وبمشاركة الآباء المطارنة والأساقفة الأحبار الأجلاء أعضاء اللجنة المركزية الذين اختاروا شعار المهرجان ليبدأ عاماً جديداً ناجحاً. وبعدها اجتمعت 28 لجنة تحضيرية من أنحاء القطر لمدة 3 أيام، قامت خلالها بتحضير كتب المهرجان لكل المراحل والمسابقات، كل لجنة في تخصصها. وتم تحضير الكتب وطباعتها، وصارت متوفرة للمشتركين في أنحاء الكرازة باتساعها. وقد بدأت الكنائس في كل مكان في مصر والسودان وبلاد المهجر بالعمل باذلة مجهوداً عظيماً من الآباء الكهنة والخدام والخادمات.
هذا وقد استحدثت مسابقة جديدة في مهرجان الكرازة، وهي مسابقة قلب واحد، وهي مسابقة جماعية لخدمة مجتمعنا ووطننا الحبيب. وقد بدأت التصفيات في السودان بمشاركة فعالة في حفل متميز شاركت فيه إعداد غفيرة من جميع المراحل بعروض مبهرة بحضور صاحبي النيافة الأنبا سربمون والأنبا إيليا وكثير من القيادات الحكومية السودانية ووفد من أعضاء اللجنة المركزية والمحكمين. وقد شارك نيافة الأنبا موسى في الاحتفال من خلال برنامج سكايب، حيث ألقى نيافته كلمة. فأقيمت التصفيات في جميع المسابقات، وقد لوحظ ازدياد في كثافة الأعداد هذا العام، ومن المفرح ما نراه من حماس في مشاركة دار التائبات في مسابقة بولس وسيلة، وأيضا في سجن الرجال ما أسهم في تحقيق هدف المهرجان، وهو الوصول إلى جميع الفئات في كل مكان. وفي مصر، ونظراً لكثرة أعداد المتسابقين، كان لابد من إيجاد مراكز للتصفيات تتسع لهذه الأعداد الهائلة التي تأتي من كل مكان، وأن تقام التصفيات في أكثر من مركز في نفس التوقيت. أقيمت التصفيات في الفترة من 23 من أغسطس حتى 14 من سبتمبر في 7 مراكز لا يختلف أحدهم عن الآخر في حيويته وسعادة المشاركين فيه أو القائمين عليه. وقد بدأت التصفيات في مركزين في نفس التوقيت، في الكاتدرائية المرقسية بالأمبرويس وفي حضن القديسة العذراء مريم بالزيتون. في مركز الكاتدرائية المرقسية بالأمبرويس أرض القديسين، كانت التصفيات للمرة الأولى لقربها من مناطق كثيرة واتساعها. فقد احتفل الأطفال والشباب بعيد المهرجان كما يسمون أيام التصفيات النهائية بالقرب من أجساد القديسين البطاركة بالأمبرويس والكاتدرائية الكبرى، وبها كرسي قداسة البابا تواضروس الثاني، متذكرين قداسة البابا شنود الثالث الذي بدأ هذا المهرجان. وقد حضر وشارك الأباء الأساقفة الأحبار الأجلاء نيافة الأنبا مرقس ونيافة الأنبا يؤنس ونيافة الأنبا صليب ونيافة الأنبا مآر الذين حرصوا على التواجد بين أبنائهم وتشجيعهم. مش عارف أعدي من وسط الشباب والأولاد. احنا الجميل في المهرجان واخد من الحضانة لغاية الجامعة وخريجين، يعني بيوري حيوية الكنيسة القبطية أنها كنيسة حية تهتم بأولادها، وإلا ما كانوش جم. أنا اللي جبت بتوع الحضانة دول ولا أعرفهم، لكن ده يوري إنها كنيسة حية، بدءا من سيدنا البابا للمجمع المقدس للأباء الكهنة الخدام والخادمات للشباب الجميل الحلو بتاعنا القبطي الرائع سريع الندى. الحقيقة هي دي أول مرة أنا بحضر معاكم المهرجان، وعشان كده أنا فرحان بالتجمع، شباب حلو جدا، وكان طبعا يسبقه تجمعات قبل كده تصفيات عندنا في الإبرشية وعلى مستوى القطاع. الحقيقة الموضوع ده بيفرحني جدا إن احنا نجمع كمية من الشباب حوالين اسم المسيح، حوالين الكنيسة، حوالين الآباء الكهنة والآباء الأسقفة. بيبقى فعلا تجمع مفرح، نتمنى إنه يتكرر دايما ودايما ودايما. وفي نفس التوقيت كان مركز كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون، حيث حضن العذراء لم يدخر الآباء الكهنة والخدام من جهدهم لتوفير كل الدعم من تجهيز واستعداد لاستقبال المتسابقين. وتحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، ومن خلال التعاون المشترك بين أسقفية الشباب ووزارة الشباب لخدمة شباب مصر، وبدعوة من نيافة الأنبا موسى، كان حضور معالي وزير الشباب ووفد من الوزارة للاحتفال الكبير بتوزيع كؤوس المراكز الأولى على الفائزين في مهرجان الكرازة لعام 2013 بالكاتدرائية الكبرى بالعباسية. أبنائي الشباب الرائع العظيم ده، أنا النهاردة الأول يوم يمكن أحضر مهرجان الكرازة، لكن بمنتهى الأمانة والوضوح أنا مطمئن جداً على مستقبل شعب مصر كله.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، حضر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ووفد من الوزارة على رأسه دكتورة جهاد عامر المدير العام للعلاقات العامة والدولية ونائب محافظ القاهرة ومدير حي الزيتون، حضروا التصفيات النهائية بمركز الزيتون. وقد ألقى معاليه كلمته للشباب مشجعاً إياهم ومعرباً عن فرحته بنشاطات مهرجان الكرازة ودوره في تنشئة الشباب في كافة الأعمار والمجالات وإبراز الموهوبين منهم. وبعدها يتحرك قطار المهرجان إلى مركزين آخرين للتصفيات في نفس التوقيت، هما أرض السمائيين بشبرا الخيمة وبيت ماري ماركوس بأبو تلات بالعجمي. ففي شبرا الخيمة أرض السمائيين كان مركز التصفيات برعاية نيافة الأنبا ماركوس وحضوره اليومي واهتمامه بكل صغيرة وكبيرة. وكان قد كلف الآباء الكهنة والخدام بالتواجد الدائم في التصفيات والمشاركة في الإدارة والتنظيم، ما ساهم في إنجاح التصفيات في هذا المركز وتذليل جميع العقبات أمام المتسابقين والخدام والمحكمين. وقد حرص صاحبا نيافة الأنبا داود والأنبا كراس على الحضور وتشجيع أولادهم في جو من الروحانية والمحبة. احنا الاول بنشكر ربنا، نشكر قداسة البابا تاودروس ونيافة الأنبا موسى الذي بمجهوده وبإرشاد قداسة البابا المهرجانات تتم بطريقة رائعة جدا، وبيشترك فيها جميع البشر المسيحيين من الطفل الصغير للشاب للفتى للرجل للمتعلم للمتعلم للي يعرف التكنولوجيا واللي ما يعرفش للمعاق والمحتاج. المهرجان ظاهرة في الكنيسة، ظاهرة إيجابية، وحدت القلب وحدت الفكر وطلعت اللي عند الأولاد من إبداع بشكل إيجابي. فعلا المهرجان حاجة ظاهرة إيجابية وحاجة جميلة جدا في الكنيسة. نشكر سيدنا قدس البابا تدروس الراعي الأول للمهرجان، سيدنا أنبا موسى، سيدنا أنبا رفائيل. على التوازي كانت تسير التصفيات في العجم ببيت ماري ماركوس بأبو تلات حيث أرض البهجة. كان عرسا حقيقيا يتألق بأشجاره وطقسه البديع الذي يزداد روعة باستقباله التصفيات والمتسابقين الذين زانوا المكان بحضور الآباء من الأسكندرية والإبرشيات المجاورة. لا يدخر القائمون على البيت من الخدام أي جهد في سبيل راحة جميع المتسابقين، وتمتعهم خلال فترة تواجدهم في التصفيات في جميع الأيام ولكل المراحل. وقد حضر نيافة الأنبا رفائيل والتف حوله المتسابقون، ولم يستطع نيافة الأنبا موسى الحضور كعادته كل عام وسط المشتركين لسفره في ذلك التوقيت مع قداسة البابا تاودروس في مؤتمر شباب أوروبا. من غير سيدنا البابا والأباء الأسافة ما كانش هيمشي. مين مفتاح الأبروشية؟ الأسقف. فالأباء الأسافة كلهم حلوين وكلهم عايزين يربوا ولادهم تربية كنسية حلوة، فهم اللي بيشجعوا الكهنة، والكهنة يشجعوا الخدام، والخدام يشجعوا الشباب، والشباب يشجعوا الأطفال. فهي سيستم على بعضه كده، منظومة كبيرة. فرحان بالنشاط اللي حاصل، احنا جاتي من المسرح والدنيا هايصة عشان كده، وبنصلي ان ربنا يجعل المهرجان ده سبب في ان نفوس كتيرة ترتبط بربنا وتتعلق بيه وتنشغل بيه. ويستمر قطار المهرجان في التحرك الى مركزين اخرين، هما واحة الانبا انطونيوس بالمنيا وفي نفس التوقيت مدرسة سان مينا بالقوسية. أقيمت التصفيات في المنيا بواحة الأنبا انطونيوس أرض المحبة تحت رعاية نيافة الأنبا مكاريوس الذي تواجد يوميا وسط المتسابقين الذين أتوا من أنحاء كثيرة حول مركز التصفيات، وكان تواجده سببا في فرحة المشتركين. أيضا قام الأباء الكهنة والخدام والخادمات وكشافة المنيا بمجهود كبير لتكون تصفيات المهرجان في أبهى صورها، وقد أطلق الشباب على هذا المكان واحة المحبة
لانتشار روح المحبة بين الخدام والخادمات القائمين عليها. وقد حرص صاحبان النيافة الأنبا أغاثن والأنبا أغابيوس على التواجد وتشجيع الجميع وإعطائهم البركة. في بهج كده، جو من البهجة وجو من يعني شكل من أشكال الاحتفالات، يعني كأنه عرس، ناس كلهم فرحانين جايين من بلادهم مبسوطين جدا أنهم يعملوا تصفيات. لقينا حاجات كتيرة جدا على هامش المهرجان لازم تتسجل ولازم نذكرها، وأطفال حوشوا علشان يجوا التصفيات، حوشوا مصروفهم الخاص. احنا كلنا فرحانين برجوع المهرجان والمتسابقين كلهم يستفيدوا، ربنا يبارك، ربنا ينمي اكتر واكتر ويفرحنا بعمل روح القدس في الكنيسة. ما يحدث في البروشيات بدأ يظهر في الكرازة، كان قبل كده ما بيظهرش، فحاجة نشكر فيها الكنيسة كلها ونشكر فيها سيدنا يعني للمجهود اللي هو قايم بيه فيها. وفي نفس التوقيت كانت التصفيات تسير بنجاح وحماس في مركز القوصية في مدرسة سان مينا أرض العيد، التي احتفل فيها آلاف الأطفال والكبار برعاية نيافة الأنبا توماس وحضوره الدائم. وكم كانت فرحته بوجود هذا الكم الهائل من المتسابقين وبتعاون الآباء الكهنة والخدام والخادمات الذين يتمتعون بحسن القيادة والإدارة وكشافة الإبارشية الذين قاموا بمجهود كبير. مهرجان الكرازة عمل للكنيسة دفعة قوية جدا، أنه خلى كل الشباب والأولاد يتلافوا حوالين موضوعات روحية أساسية مع أنشطة كبيرة. والفكرة هنا أنه بيحصل تعليم تكويني للأولاد، فمهرجان ساعد في فكرة التكوين الصفات الشخصية للأولاد، ودي مهمة جدا ان احنا مش بس بنحفظهم محفوظات لكن بنديلهم ادوات للحياة، وادوات للحياة دي هي بناء لشخصيتهم. عامل نهضة حلوة جدا، كل البرشيات ملخومة، كل البرشيات فيها نشاط، كل المراحل ابتدائي واعدادي وثانوي وشباب، خلية نحل كده في كل حتة. يعني طبعا لما يبقى كل ليه منهج واحد لا شك دي بتأكد كنيسة واحدة جامعة يعني بتجمعنا كلنا، فلا شك انها فكرة رائعة جدا. يعني ويسير قطار المهرجان إلى محطته السابعة لعام 2014 بدير الملاك ميخائيل بنقادة أرض الفرح، كما أسماها المشاركون في التصفيات التي قادها نيافة الأنبا موسى بمباركته وحضوره مع نيافة الأنبا بيمن الذي حضر من لندن خصيصاً لمتابعة التصفيات مع الآباء كهنة الإبرشية ورهبان الدير والخدام والخادمات. وفيه احتفل المهرجان بحفل ختام عامه 11. نشكر ربنا وربنا يكمل بخير وبركة ويبارك في المهرجان وخدمة المهرجان، وطبعا نفتكر ونتذكر ونطلب بركة وشفاعة وصلوات صاحب فكرة المهرجان قداسة البابا شنودة الثالث، ربنا ينيح نفسه، وطبعا متمتعين ببركة ورعاية أبينا الحبيب صاحب الغبطة والقداسة البابا الأنبا تودروس الثاني، ربنا يحفظ حياته للكنيسة وكل الآباء المطرنة والأسقفة اللي بيخدموا في الكنيسة. الواحد بيطمن إن شبابنا هو ده مستقبل الكنيسة وهو ده مستقبل البلد كلها،
فربنا كده يبارك في عمله ويبارك كمل نشاطكم بخير ويحافظ عليكم وتعب كل اللي هو تعب أكيد ربنا مش ناسي تعب حد، ربنا يبارك ويعوض كل واحد. تحت رعاية قداسة البابا تودروس الثاني احتفل نيافة الأنبا بيمن ونيافة الأنبا موسى بانتهاء التصفيات النهائية في المركز 67 للتصفيات بنقادة أرض الفرح، وشرفنا بالحضور كل من معالي وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز، والسيد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والسيد اللواء سعد الدين محافظ الأقصر، ووفد كبير من وزارة الشباب ومن الإدارات المحلية في محافظتي قنا والأقصر. أجمل ما فيا أن أنا مصري وتاريخ بيشهد على نصري، أنا كنت يوم أصل حضارة وهكمل النهضة في عصري. أجمل ما فيا أن أنا مصري وتاريخ بيشهد على نصري. ومر الجميع على معرض كبير لأنشطة الشباب ومصادقاتهم، ودارت بين أحاديث مع المشاركين في كل المجالات، وأشاد معالي الوزير بهذا المهرجان الكبير وشكر في كلمته القائمين بهذا المجهود الكبير والاهتمام بالنشط من الطفولة حتى الخريجين، وكذلك الفئة الخاصة، مما يؤسس لمصرنا العزيز. أجمل ما فيا أن أنا مصري وتاريخ بيشهد على مصري، أنا كنت يوم أصل حضارة وهجمل النهضة في عصري. صدقيني بقول مصر عظيمة جدا، والشباب ده هيقود المستقبل بأجمل حاجة إن شاء الله، وهياخد مصر لأعلى المستويات، وأنا مطمئن إن الوسم. وقد كان مركز نقادة خير ختام لتصفيات مهرجان الكرازة المرقسية لعام 2014، تكونون لي شهودا. حينما يشعر المرء أن هناك من يهتم به ويستشعر احتياجاته وسط ما يمر به من معاناة، فإنه يشعر بالفرح يغمره، وهذا هو ما فعلته كنيستنا القبطية ومهرجان الكرازة المرقسية من خلال ما أظهرته من اهتمام كبير بتخصيص مسابقات لذوي القدرات الخاصة وللصم والبكم ولأعضاء أسرة ديديموس البصير ولتعليم الكبار وللحرفيين. فأثمر المهرجان قدرات خاصة جدا نشعر معها بالسعادة، إذ نشاهدهم يتبارون في كل المسابقات، بل تظهر مواهب باهرة في كثير منهم، وتراهم جميعا يقدمون الشكر والعرفان للكنيسة على محبتها واهتمامها بهم. وفرح الجميع باشتراكهم في التصفيات في كافة المسابقات والأنشطة، ولوحظ ازدياد عددهم ونمو مستواهم التعليمي والثقافي والروحي. المهرجان في هذا العام باتساع رقعة الانتشار في بلاد المهجر، كذلك الأعداد المشاركة في الأنشطة المتعددة للمهرجان. وقد ترجمت مناهج المهرجان إلى اللغات الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، اليونانية، الهولندية، الإيطالية، السويدية، المجرية، والإسبانية، حيث قام كثير من البلدان الناطقة بالإنجليزية بالترجمة، مثل سيدني بأستراليا، كندا، أمريكا وإنجلترا. كما قامت فرنسا بالمشاركة مع مونريال في كندا بترجمة مناهج المهرجان للفرنسية وتوفيرها للناطقين بها. وكعادتها قامت إيبارشية النمسا بترجمة مناهج المهرجان للألمانية، واستفادت من هذه الترجمة ألمانيا وسويسرا. أقام كثير من البلدان حفل افتتاح للمهرجان، مما كان له أطيب الأثر في نفوس الأطفال والشباب المشارك. وأيضاً اختتمت مهرجاناتها باحتفالات جميلة مع توزيع الجوائز على الفائزين، حضر بعضها نيافة الأنبا موسى وشارك بكلمة فيها عن طريق الإنترنت.
وقد أثنى نيافته على اهتمام ودور القائمين على المهرجان في هذه البلاد. في أمريكا أقيمت بمنطقة نيوجيرسي، وكانت التصفيات بين 13 كنيسة معاً، ووزعت الجوائز على الفائزين على مستوى المنطقة، مما كان له أثر إيجابي على كل المشاركين، وهكذا في مناطق عديدة من الولايات المتحدة. وفي كندا شاركت كنائس تورونتو، أوتاوا، مونريال، ألبرتا. وفي استراليا ازداد عدد الكنائس المشاركة في كل من سيدني وملبورن. أما في أوروبا فقد شارك عديد من الكنائس: إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، النمسا، هولندا، المجر، اليونان، قبرص، السويد، سويسرا، وإسبانيا. وأما عن المهرجان في دول الخليج فقد شارك كل من الكويت، قطر، الخدمات التابعة للبحرين، دبي، الشارقة، أبوظبي، وعمان. وقد بدأت تصفيات الأحياء والإبرشيات في حماس وجد شديدين، وقد وصل عدد المتسابقين إلى حوالي 1.5 مليون مشترك، وصل منهم إلى التصفيات النهائية 140,000، وهم يمثلون العشر من إجمالي المشاركين بالقطر من حوالي 1192 كنيسة قادمين من 72 إبرشية وأحياء القاهرة وقطاعات الإسكندرية، و 1014 فريق ألحان جماعي، و 310 فريق كورال وكانتاتا وأوبريت، و 220 عرض مسرحي ما بين عروض المسرح الكبير والمايم والبانتومايم وعروض مسرح العرائس والمسرح الأسود، و 2000 فريق رياضي نصفهم من الفتيات والشابات. نشكر الله لأجل عمله في المهرجان، فقد لاحظنا هذا العام عدة أمور: فرحة الحضور من المشتركين في كل المراحل بالمشاركة وحضور التصفيات النهائية، كمن جاء ليحتفل مع أصدقائه في أرض الفرح فأطلقوا على هذه الفترة عيد المهرجان. كثافة الحضور، وقد ظهر ذلك من خلال مضاعفة الأعداد بالرغم من زيادة عدد مراكز التصفيات إلى 7 مراكز. ارتفاع المستوى في كافة المجالات، حتى أننا رأينا شعراء في السنة 3 والـ4 من المرحلة الابتدائية، وكذلك في مسابقة الابتكارات الهندسية والفنون التشكيلية والموسيقى والألحان الكنسية والترانيم. زيادة عدد المحكمين، حيث انضم مجموعة من المتدربين إلى التحكيم بعد أن حصلوا على دورة متخصصة كل في مجاله، ونشكر الله أن ذلك ساعد في إمكانية عمل التصفيات في مركزين في وقت واحد. لوحظ أيضاً ازدياد عدد الآباء الكهنة المرافقين للمتسابقين، وبخاصة من كانوا خداماً بالمهرجان أو شباباً مشاركين به ثم سيموا كهنة، وكذلك ازدياد عدد الخدام المرافقين لهم، ووصل العدد إلى 12,000 من الآباء الكهنة والخدام والخادمات. لوحظ أيضاً امتداد المهرجان ليشمل القرى والنجوع في كل أنحاء القطر، وقد برزت منهم مواهب في شتى المجالات والإبداعات. كلمة شكر وعرفان إلى صاحب فكرة المهرجان الذي له كبير الأثر في نفوس جميع المشتركين، هو مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث. كلمة شكر لقداسة البابا تودروس الثاني لدعمه وتشجيعه لمهرجان الكرازة المرقسية، وللآباء الأساقفة وتشجيعهم المتواصل لأبنائهم. كذلك كلمة شكر للآباء الكهنة وللخدام والخادمات أعضاء لجان التحكيم في جميع المسابقات الذين واصلوا الليل بالنهار في جميع مراكز التصفيات، وحرصوا على عمل صف ثان من المحكمين الشباب وتشجيعهم باستمرار. كلمة شكر إلى جميع المتسابقين في كل أنحاء العالم. شكر وتقدير لرجال الأمن بجميع إداراته لتوفير الأمن والأمان في مراكز التصفيات.
شكر وتقدير للخدام والكشافة الذين ساهموا في إدارة وتنظيم التصفيات النهائية بمحبة والتزام. إلى كل هؤلاء نقول شكرا.